بص جبت لكم ايه النهارده؟ فانوس قمر قمر قمر، سهل جدا، عملناه من الكرتون ومن الفوم. طريقته بسيطه قوي وكمان شكله تحفه وفخم جدا. كمان ممكن نحط جواه شمعة كده، وحده اضاءه يعني او صوت. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا انا عملت القمر ده ازاي، بس ما تنسوش تعملوا لي لايك. اول حاجه هنحتاج كرتونه مقاسها 12 في 16، واخدت 1.5 سنتي من كل الجهات، وبعدين هوصلهم ببعض. وبعدين المستطيل اللي طلع معايا جوه ده اخدت علامة فيه عند كل 1 سنتي من عند الزوايا كده زي ما انتوا شايفين. هوصل العلامة دي بالعلامة دي والعلامة دي بالعلامة دي، وهعمل كده كمان الناحية دي. هتطلع معاكم بالشكل ده كده. انا هفرغ الكرتون وهقص ال4 اجزاء دي. هنحتاج من الشكل ده 4 قطع، فممكن ناخد الشكل زي ما هو كده ونحطه على الكرتون ونعلم حواليه علشان ما نعيدش نفس الخطوات تاني. هستخدم بقى الفوم الاسود علشان اغطي الكرتون بيه. هنغلف بقطعة فوم على قد الكرتونة بالظبط من كل الجهات ما عدا ناحية واحدة، هنخليها اكبر شوية صغيرين زي ما انتوا شايفين كده علشان هتفرق معايا قوي في التقفيل. ودلوقتي بقى هنفرغ كل الاجزاء السودة دي كمان. طلع شكله تحفة كده. كمان هحط عليه كله دبل فيس. وبعدين هغطيه بورق زبدة، ممكن تستخدموا اكياس بلاستيك او ورق سلوفان ملون، اي حاجة متوفرة عندكم. بصوا كده حاولت اشدها على قد ما اقدر وطلع شكلها تحفة. وزي ما قلت لكم هعوز من الشكل ده 3 كمان، يعني كل اللي هحتاجه 4. عملت ال4 بنفس الطريقة وسبت فيهم كل واحدة جنب واحد بس فيه زيادة من الفوم زي كده. دلوقتي بقى هبدأ اجمعهم مع بعض. هبدأ الزق بقى الجنب اللي هو مفهوش زيادة في الجنب اللي فيه زيادة. هستخدم اللزق ده علشان الجزء اللي هلزقه ده صغير قوي وخايفة بهدل الدنيا بالشمع، بس انتوا ممكن تستخدموا الشمع عادي. الجنب ده كمان فيه زيادة فهلزق فيه دي بس من الناحية اللي هي مفيهاش زيادة. وعلشان نعمل القاعدة هنحتاج لكرتونة مقاسها 14.5 × 14.5. رسمت دايرة هنا صغيرة على قد الشمعة وممكن كمان ندخل منها فرع نور، ودلوقتي هفرغها. ودلوقتي بقى هثبت عليها القطعة دي. وكده الجزء ده بقى جاهز. علشان اعمل الجزء اللي من فوق قصيت كرتونة مقاسها 12 × 7.5، وكمان اخدت علامة عند 2.5 سنتي من الناحية دي ومن الناحية دي كمان، وهوصل العلامة بالزاوية والعلامة دي كمان بالزاوية.
هتطلع بالشكل ده كده. هقص بقى الأجزاء دي وهعمل منها 3 كمان، يعني كله هيبقى 4. هغلفها بنفس الطريقة اللي فاتت بالفوم الأسود، وهسيب فيها زيادة من الجنب كده، بس كمان هسيب زيادة من تحت. هوريكم ازاي دلوقتي، يعني زي كده بالظبط، سبت زيادة في كل قطعة كده من الناحية دي ومن تحت كمان. دلوقتي يلا نجمعهم زي المرة اللي فاتت. هلزق الجنب اللي هو مفهوش زيادة في الجنب اللي فيه زيادة. كده انا خلصت الجزء ده، دلوقتي هثبته بقى في الفانوس. جبت كرتونة مقاسها 7.5 × 7.5، حطيت عليها فوم من الناحية التانية وهثبتها هنا كده. بعدين جبت شريط من الفوم عرضه اقل من 1 سنتي وهلفه كده على الجزء ده. اربع اجزاء مقاسهم 4 × 5، سايبه فيهم جزء من هنا كده من الفوم الاسود زي ما وريتكم قبل كده، وبرضو هجمعهم مع بعض زي ما عملنا قبل كده. هغطيها بكرتونه مقاسها 4.5 × 4.5، وبعدين هلف عليها شريط كده من فوق برضو زي المره اللي فاتت بالظبط. دلوقتي هثبتها فوق هنا كده. بصوا طلع شكله تحفه ازاي. بعدين جبت الكورة او البلية دي بتاعت الازايز اللي هي فيها جليسرين والحاجات دي، وهرشها بالسبراي الاسود وهثبتها فوق الفانوس. وممكن كمان تستخدموا حلقة زي دي بتاعت ستارة، كنت عاملة دي بحلقة ستارة، لكن انا عايزة الفانوس ده شكله مختلف تماما، فانا هستخدم الكورة دي. بصوا كده الفانوس خلص وبقى جاهز طبعا، وناقص بس نحط فيه وحدة اضاءة هنا، سواء بقى فرع نور او حتى شمعة، شمعة الكترونية طبعا. لكن في خطوة اخيرة انا هعملها ومش هكتفي بس بكده، هستخدم الذهب المائي ده عشان خاطر اعمل بيه تعتيق. هجيب ورقة كده علشان اخف عليها اللون، كمان هحتاج سفنجة او حتى فرشة. اخدت شوية من اللون الذهبي كده وبعدين هخفه هنا كده على الورقة، وبعدين هبدأ امشي بيه كده على اي حاجة فيها حرف شوية. الحتت دي صعبة شوية فهعملها في صوابعي اضمن. كده خلصنا الخطوة دي. بصوا شكلها تحفة ازاي وعملت تأثير روعة، خليته كأنه فانوس معدن بالظبط. انا هحط وحدة الضوء دي، هطفي لكم النور علشان تشوفوها لما بتنور بيبقى شكلها حلو ازاي. شايفين بقى القمر والجمال، بص شكله حلو قوي. الحاجات البسيطه دي بتعمل جو حلو قوي في رمضان، مكلفناش اي حاجه مقارنه باللي هنشتريه من بره. تحفه ومش باين خالص ان هو من الكرتون وشويه فوم وبس، شكله معدن. وكمان التعتيق ده عمله شكل حلو قوي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وما تنسوش تشوفوا باقي الحاجات دي على قناه اليوتيوب. الحاجات دي كلها عملناها السنه اللي فاتت.